تهدف إلى تعزيز الروابط بين العاملين في حقل المكتبات والمعلومات، تفاصيل كثيرة بإذن الله سنتعرف عليها وعن مشاركتهم في معرض مسقط الدولي للكتاب مع ضيفنا الكريم الفاضل عبد الله بن سالم الهنائي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للمكتبات والمعلومات. أهلا وسهلا بك وصباحك خير معنا في برنامج قهوة الصباح. حياك الله أستاذ حوراء، حياك الله أستاذ سيف، شكرا على هذه النفتة الرائعة في برنامج قهوة الصباح. يا مرحبا وسهلا أستاذ عبد الله، وإحنا كذلك سعداء بوجودك اليوم معنا في برنامجنا. وقبل الحديث حقيقة عن المشاركة المميزة لكم في معرض مسقط الدولي للكتاب في دورة 28، جميل أن نتعرف قبل ذلك على رؤية وأهداف الجمعية العمانية للمكتبات والمعلومات. نعم أستاذ سيف، الجمعية العمانية للمكتبات والمعلومات هي جمعية مهنية غير ربحية تتبع وزارة التنمية الاجتماعية، تأسست بالقرار الوزارة رقم 47 على 2007، أشهرت بالضبط في 19 مارس 2007. هدف الجمعية مشاركة المعرفة بين جميع المتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات والوثائق في السلطنة وخارج السلطنة. نعم جميل، الآن هنا نتحدث أكثر عن مشاركتكم في معرض مسقط الدولي للكتاب، وأيضا نتحدث عن الخدمات المقدمة من قبل الجمعية العمانية للمكتبات. نعم، هذه المشاركة الأولى إن في معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته 28، كانت المشاركة بركن خاص للجمعية نعرف فيها الجمهور العماني في مجال سواء المكتبات أو الوثائق بصفة عامة في مجال المعلومات. كون الجمعية العمانية للمكتبات والمعلومات أحد الجمعيات المهنية الرائدة في الوطن العربي، وأيضا كوني رئيس لجنة الجمعيات المهنية في الوطن العربي التابعة للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، وأيضا الجمعية هي عضو في الاتحاد الدولي للمكتبات والمعلومات، فارتأينا أن يكون لنا ركن خاص نعرف المتخصص العماني بهذه الجمعية والخدمات اللي تقدمها. نعم، احنا من خلال برنامج قهوة الصباح نسعى جاهدين أن نرصد الحدث كما هو، زيارة وإقبال كبير من الجموع حقيقة من مختلف فئات العمرية لزيارة مختلف الأركنة ومختلف أيضا الأركان الموجودة في المعرض. من خلال مشاركتكم كيف تصف لي وللمشاهد الكريم حقيقة الإقبال من قبل الناس لزيارة معرضكم والاطلاع على مختلف التفاصيل الموجودة فيه؟ والله أنا من خلال مشاركتنا بالمعرض في ركن الجمعية السنة هذا الإقبال شديد. الشيء اللي ميزنا احنا في ركن الجمعية هذا السنة شاركنا بالواقع الافتراضي والواقع المعزز. احنا كمتخصصين في المجال وفي مجال المعلومات، علم المعلومات او المكتبات او الكتاب بصورة عامة تطور بصورة جذرية كبيرة جدا. يعني في السابق القارئ العادي كان يقرأ الكتاب، الحين في المجال المعلومات او في المجال الخاص العلوم البحتة الشخص ما يحتاج، يعني مثلا انا اقرا كتاب في العلوم في التجارب العلميه، نعم. احط الباركود في التليفون يطلع لي محتوى الكتاب بالانيميشن وال3 دي، وهذا اشياء ايضا في المجال الطبي الحين نعمل فيه في مجال مثلا التشريح الاناتومي وغيرها من التخصصات، واحنا كجمعيه يعني من اوائل الجمعيات في الوطن العربي اللي دخلنا بقوه في هذا المجال، حتى الركن مالنا بالواقع المعزز كامل تقريبا. اليوم تكلمنا عن الذكاء الاصطناعي، وأمس أيضا كان معنا ضيفة تتحدث عن مختبر المعرفة الحاضرة في معرض مسقط الدولي للكتاب اللي هو تحويل الكتاب إلى ورش علمية على أرض الواقع، واليوم أيضا أنتم تتحدثوا عن الواقع الافتراضي في جناحكم في معرض مسقط الدولي للكتاب، ولكن إيش هي أبرز الفعاليات والأنشطة أيضا المصاحبة لديكم في الجناح في معرض مسقط الدولي للكتاب؟ نعم، عندنا دورات تدريبية وعندنا ورش تعليمية. مثلا بالأمس كان عندنا في جناح وزارة الثقافة والرياضة والشباب محاضرة حول الاقتصاد الإبداعي والاقتصاد البنفسجي. دور الاقتصاد البنفسجي والاقتصاد الإبداعي في إثراء الدخل القومي للدولة، فكانت هذا أحد محاضراتنا. اليوم إن شاء الله الساعة 5 للساعة 6 مساء عندنا محاضرة مشتركة مع جمعية المكتبات الإماراتية كونها عضو في الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، وأيضا عندنا توقيع اتفاقيات مع بعض المكتبات في الجامعات الخاصة في السلطنة سواء في التدريب أو عمل محاضرات. نعم، أهمية فعلا حضور ومشاركة مختلف الجمعيات أو مختلف الجهات سواء كانت الحكومية أو الخاصة في مثل هكذا حدث ثقافي وهكذا تظاهرة وميدان معرفي يضم مختلف أفراد المجتمع ويلاقي زخم كبير جدا من قبل أفراد المجتمع أو حتى من الزائرين والمهتمين والمختصين من داخل وخارج السلطنة.
نعم بالضبط، هي فرصة للتعريف. وفي البدء أشكر وزارة الثقافة ورياضة الشباب على هذه إتاحة فرصة للجميع. يعني الوزارة تواصلت معانا نعرض شو عندنا. الشيء المميز في معرض مسقط دول للكتاب إن والقارئ العربي ممتاز. القارئ العربي بصورة عامة أحيانا يكون عندنا في مؤتمرات خليجية ومؤتمرات عربية ومؤتمرات دولية دائما يردد الكلمة إن القارئ العماني قارئ منتقي. يعني العمانيين سواء كبار السن الأطفال فئة الشباب قارئ منتقي. يعني نزور بعض المعارض الدولية للكتاب نلاحظ بعض الناس فقط يعني تتهاول الروايات أو الكتب اللي ترند، لكن العماني عنده في هذا المجال وأيضا عنده في القراءة الدقيقة ممتاز. المتخصصة، فهذه ميزة. احنا بدورنا كجمعية جالسين نشجع الناس في هذا المجال ويدخلوا فيه بشدة، نعطيهم أيضا عن مهارات القراءة والفرق بين القراءات سواء القراءة السريعة والقراءة في عندنا محاضرة عن القراءة في فوضى العالم الرقمي. القراءة في فوضى العالم الرقمي نعرف الجمهور وفئة الشباب شو الفرق تقرأ القراءة العادية والقراءة عن طريق الجهاز. احنا دائما نطلق عليها الآلة تفكر بدل الإنسان، أحيانا الآلة هي تفكر بدل الإنسان، فهذا القراءة الرقمية ونعطيهم السلبيات والإيجابيات. ولو أنت مضطر تقرأ قراءة رقمية وطبعا هذا ما ممكن نبتعد عنه لأنه هو الواقع المعاش، لكن عندك طرق وحلول كيف تساعدك. نعم جميل. يعني كما نلاحظ أيضا أستاذة في الفترة الصباحية المعرض يستقطب عدد كبير من طلبة المدارس من مختلف محافظات السلطنة. في هذه الفترة بالتحديد إيش قدموا لهذا الجيل ولهذه الفئة بالتحديد؟ كيف ممكن أو إيش هي طريقة الجذب أنه هذا الطالب ممكن أنه يجي أيضا جناحكم ويتعرف أيضا عليه؟ أنا الحين عندكم لقاء وفي الوقت الحالي عندنا ورشة تدريبية عندنا اللي هي صناعة جميل. الكتاب أو فواصل الكتاب. أيوة. وعندنا ورشة الدمى في 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 جناح الجمعية جميل. وهذا هي جذب للنشئ لما أيوة. نجذب النشئ في هذا البداية بعدين نحولهم للقراءة وآلية القراءة كيف تصنع فواصل الكتب كيف تقرأ هلو. كيف تحب للقراءة جميل. فعندنا مبادرة أيضا أسرتي تقرأ. أيوة. هي عبارة عن مسابقة كيف الأسرة تقرأ كيف نشجع العائلة في القراءة. العلاقات المجتمعية والروابط بين العائلة راح تزيد. في النهاية نعطي جائزة لأكثر أسرة قارئة وشو هي الإيجابيات اللي حصلوها سواء في مجال التكنولوجيا في مجال المعرفة بشكل عام. شكرا لكم وشكرا لوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح وبارك الله أيضا هذه المشاركة المميزة للجمعية في معرض مسقط الدولي للكتاب. الأستاذ عبد الله بن سالم الهنائي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للمكتبات والمعلومات شكرا جزيلا. شكرا أستاذ سيف بارك الله فيك. إذن محطة